عمر الإعاقة ما كانت في اليسد، الإعاقة هي إعاقة الإرادة، وإذا توفرت أساليب العيش بكرامة ذوي الاحتياجات الخاصة ما بيحتاجون أحد يتعطف عليهم، يودونهم ويبونهم أو حتى يقومون بأمورهم. تدري بسام، في الدول المتقدمة يزيد الاقتصاد إذا هذه الفئات تم الاهتمام فيها وتم يعني أن يسوون لهم كل شيء هم يحتاجونه. أكيد هي فئة تشكل يعني نسبة من المجتمع، يعني وإذا تم مراعاتهم وتوفير الخدمات لهم بما تتناسب مع يعني احتياجاتهم الشخصية بالتأكيد راح يسهمون في الاقتصاد، يسهمون في التنمية. وإحنا اليوم عندنا خبر جدا حلو، هو أن مصرف البحرين المركزي أصدر قبل فترة تعميم، من خلال هذا التعميم قال فيه مصرف البحرين أصدر قبل فترة تعميم قال فيه قطاع التجزئة، ألزم في قطاع التجزئة أو تحديداً اللي يملكون 10 فروع أو أكثر في البحرين إنه يجهزون فرع على الأقل من فروعهم لخدمة الزبائن من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة طبعاً حق يقدمون لهم كل الخدمات. خدمات طبعاً. يعني في واقع الأمر لولو يعني بصح كمان مبدئياً إذا تم تطبيق هذا التعميم كفرع واحد يعني يقدم الخدمات لذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، لكن هذا التعميم يجي في إطار سياسة الحكومة لتطوير وتحسين الخدمات المصرفية اللي تقدمها المصارف للزباين من جميع الفئات ومن ضمنهم الأشخاص طبعاً اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة. وبحسب التعميم راح يتم توفير جهاز صرف آلي واحد على الأقل لخدمة زباين البنك من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم توفير فرعين أو أكثر مخصصين لهالغرض في كل محافظة من محافظة البحرين لضمان توفير تغطية كافية في كل موقع في الديرة. وطبعاً كل اللي يتسأل متى راح تشوف التعميم مطبق على أرض الواقع، مصرف البحرين المركزي عقد اجتماعات مع كل مصارف التجزئة المعنية للاتفاق على توزيع الفروع اللي بتقدم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وبيقوم المصرف بنشر قائمة الفروع في وقت لاحق. ويعني حسب تصريحات بالطبع المصرف المركزي بيتم تطبيق التعميم على المصارف في يناير المقبل كحد أقصى. يعني خطوة جدا جميلة يعني يشكر عليها المصرف. خلنا نشوف بعض من الصعوبات اللي ممكن تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة إذا راحوا أي بنك، خلنا نشوف. أنا بالنسبة لي يعني التعامل مع المصرف هذا اليوم هني في المحل كلش أوكي، لأن المكان استراتيجي وحديث، في متوفر فيه الرم ومتوفر فيه الباركات اللي هي حق ذوي الإعاقة وفي بعض التسهيلات. فأنا دخلت على الكونتر أولاً في أخذت الرقم ورحت لأني بملي الورقة على أساس أني أسلمها في الكونتر، ما شفت يعني تسهيلات. أولاً الورقة كانت عالية، القلم ما قدرت أسحبه، ممكن ما عندي قلم، بس إنما بشكل عام المصارف مو كلها لا توجد فيها باركات، حتى الصراف الآلي بعض الأماكن يعني ما أقدر إني أروح أخذ نقود، يعني مثلاً إذا بسحب ما أقدر. يعني شفنا بسام شلون الصعوبات اللي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة اللي يروحون البنك. يعني ذوي الاحتياجات الخاصة هو مكون أساسي في المجتمع، مثل أي مواطن ثاني من حقه أنه يحصل هذه الأمور متوفرة. سمعنا أنه حتى ما في باركات، وشفنا شلون تعاني أنه تأخذ القلم أو أنه حتى المنصة المستوى. بس هل تعتقد بسام أن وجود فرع واحد في البحرين والله هو يعني كخطوة أولى انهم يسوون فرع من كل البنك، يعني مطلوب منه انه هو يسوي فرع من فروعه مخصص لذوي الخدمات او لذوي الاحتياجات الخاصه كخطوه اولى. يعني طبعا الكل لازم يتفق عليها مبادره، يعني ما ننسى ان هذه مبادره يعني ممتازه وايجابيه وراح تحقق بالفعل يعني شعور ايجابي عند ذوي الاحتياجات الخاصه، وراح يشجعهم من انهم
يعني يقومون بأعمالهم بنفسهم بدون حاجة للغير. فبالعكس يعني كخطوة أولى بالعكس شيء زين شيء طيب. فعلا ونتمنى بعد من الجماعة أنهم يتابعون ذي التقرير اللي احنا عرضناه. هذا التقرير يبين مدى معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هي بس مو مذكرة أن هي ما تقدر تسحب الفلوس، مو بس مشكلة تصرف، هي مشكلة حتى أن هي شلون تقدر توصل حق الموظف. ما شفنا في منصات طوالها متفاوتة، ما شفنا هذه الأمور كلها، وما ندري باقي ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم يعني إعاقات من نوع ثاني شلون يتم التعامل معاهم. وهذه بعد يعني يجب الأخذ يعني في الحسبان هذين الناس. اكيد يعني انا اتمنى صراحه يعني مثل ما ذكرتي في ذوي الاحتياجات الخاصه يعني في المقعدين وفي الكفيفين يمكن اتمنى بالفعل ان هذه الخدمات ان تخصص مو بس لفئه واحده من يعني حتى ذوي الاحتياجات الخاصه عندهم يعني اكثر من فئه. نتمنى بالفعل ان هذه الخدمات تروح على جميع الفئات وتنتشر، واتمنى بعد من الجهات الاخرى لان يعني المعاملات اللي يقوم فيها ذوي الاحتياجات الخاصه والشخص نفسه مو بس معاملات مصرفيه، في معاملات ثانيه، فاتمنى ان الجهات الاخرى ايضا انها تقتدي بالمبادره اللي قام فيها مصرف البحرين المركزي بهذا التعميم. اتمنى بالفعل انهم يبتدون يفكرون ان شلون احنا يعني اللي هم فئه ذوي الاحتياجات الخاصه ان نشركهم معنا في المجتمع، يقومون بكل معاملاتهم باريحيه. فعلا يعني هذه الفئه اللي احنا نعتبرها فئه ومكون اصيل في المجتمع البحريني يستحقون منا كل الاهتمام. لكن احنا بعد ما بنروح باسئلتنا بعيد، معنا ضيف على الهاتف هو يوسف حسن، مدير اداره مراقبه مصارف قطاع التجزئه. مساء الخير. مساء النور استاذ يوسف. يا هلا وسهلا. الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. صار تقريبا 6 أشهر، يعني تقريبا نص سنه بالضبط على يعني اصدار هذا التعميم. لوين وصل يعني لوين وصلنا بالضبط؟ طبعا كما تعلمون المصرف اصدر التوجيهات في شهر ابريل 2016، وطالب له البنوك بضروره تطوير اجراءات وسياسات داخليه لدى المصارف لخدمه العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا هذه التوجهات والمتطلبات وتوشيت انه ما توجهات المصرف المركزي لتعزيز الشمول المالي بحيث تكون الخدمات الماليه موجهه لجميع شرائح المجتمع وجميع القطاعات الاقتصاديه. طبعا اهم الاجراءات اللي هي توفر وسائل مناسبه للاتصال والتخاطب مع الفئه من ذوي الاحتياجات الخاصه، خاصه انهم يحتاجون لغه خاصه للتفاهم معهم، ولا لازم بعد الاخذ في الاعتبار له المتطلبات القانونيه لحمايه هذه الفئه، ولازم توفير له جهاز صراف آلي لخدمة هذه الأشياء. أستاذ يوسف إذا تسمح لي أوقف معاك. أستاذ يوسف بس لو تسمح لي أوقف معاك. نعم أستاذ يوسف لو تسمح لي أوقف معاك عند هذه النقطة. راح يخصص مصر صراف آلي لذوي الاحتياجات. شلون عن باقي الإعاقات الثانية؟ طبعا المتطلبات تشمل جميع الإعاقات سواء سمعية أو بصرية. يعني الجهاز بيكون مخصص لجميع الإعاقات. جميع الإعاقات. جميل جدا. لازم يكون يعني أبواب خاصة لدخول ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكون الارتفاع حد معين بحيث إنه يستطيع خدمة اللي هو الزبون بكل أريحية، ويكون عن طريق منظمة خاصة ومكتوب عليها شعار هذه لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبكون معروفة للجميع. جدا جميل. ومثل ما ذكرت بيكون اللي هو معفيين من الرسوم، جميع انواع الرسوم، ولازم تقوم البنوك بتاهيل اللي هو الموظفين نفسهم للتعامل مع الاشخاص من ذوي الاعاقات الخاصه. طبعا بما يتعلق بتاهيل الموظفين تم التنسيق والتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفيه والماليه لإجراء وإقامة ورش عمل لتدريب موظفين البنوك للتعامل مع الأشخاص من ذوي الفئات الخاصة، كما تقوم البنوك حاليا بالتشاور والتنسيق مع الجمعيات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
اللي هي الجمعيات المختصة بالدول الإعاقة لإجراء لو لتقنين أو إجراء لهو الإجراءات الخاصة المتعلقة بالدول الاحتياجات الخاصة بحيث يمكن التفاهم والتخاطب معهم بكل أريحية وسهولة. يعني متى بنروح نشوف هاي المشروع على أرض الواقع؟ طبعا احنا اجتمعنا مع البنوك قطاع التجزئة في الصيف السابق وتم توزيع اللهو البنوك حسب اللهو المحافظات الأربع. طبعا كان الاختيار حسب رغبة كل بنك حوله. طبعا بالنسبة للبنوك احنا نتابعهم أساسا نكون جاهزين في إن شاء الله بداية السنة الجديدة لها 1/1/2017، ويتم المتابعة معهم بشكل دقيق من خلال تقارير دورية ترسل إلى المصرف المركزي كل نهاية 3 أشهر. يعني جهد عظيم، وصراحة احنا نحب نبارك لكم هذه الخطوة اللي قمتوا فيها، ونتمنى من باقي مؤسسات الدولة أن تحذو حذوكم في هذا المجال. شكراً. كان معنا الأستاذ يوسف حسن، مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة.